انعقاد قمة دول مجموعة بريكس في جوهانسبرغ يحمل معه تطلعات لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً للاقتصادات الناشئة. هذه التطلعات تشمل انضمام أعضاء جدد ودوراً اقتصادياً دولياً أكبر، وهو ما يحمل على الاعتقاد بأن المجموعة يمكن أن تصبح ركيزة لنظام دولي أكثر عدالة وغير خاضع لنفوذ الولايات المتحدة. فالمجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لو جاز اعتبارها قوة اقتصادية موحدة، فإنها ستكون ثاني قوة اقتصادية في العالم، حيث يقدر حجم اقتصادها بنحو 27 تريليون دولار سنوياً. بينما القوة الاقتصادية التي لا تزال تسير النظام الدولي القائم هي المجموعة الصناعية الغربية، والتي يبلغ مجموع اقتصادها السنوي نحو 42 تريليون دولار، وتمثل 46% من الناتج الإجمالي العالمي. كما أن طموحات بناء نظام دولي جديد ما تزال مبكرة من الناحية الاقتصادية، لا سيما وأن إجمالي احتياطيات بنك بريكس لا يتجاوز 100 مليار دولار، وهي بالطبع لا تكفي لكي تكون منافساً أو بديلاً لصندوق النقد الدولي. أما توسيع بريكس فيمكن أن يشمل نحو 20 دولة جديدة، مما يسهم في تعزيز مكانة المجموعة والدور الذي تؤديه في تمويل مشاريع التنمية. والتركيز على قضايا التنمية ودعم آليات التعاون بين دول بريكس لتلعب دوراً أكبر في الحوكمة العالمية هما أبرز التطلعات التي أعرب عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتعبيد الطريق إلى مستقبل أفضل. وتقف وراء كل ذلك حقيقة واحدة، ألا وهي أن الخطوات القصيرة الراسخة أكثر خدمة للمستقبل من الخطوات العريضة غير المستقرة. فهل تنجح بالفعل دول المجموعة في بلوغ هذا الهدف؟ وهل تتوسع حقاً عضويتها؟ وهل تكون المجموعة ركيزة لنظام دولي جديد؟ ولأن الاقتصاد له صلة وثيقة بالحالة الإنسانية في واقع التضارب السياسي المتصاعد، فإن الدوافع الكامنة وراء المصالح أفرزت قطباً اقتصادياً في إطار مجموعة اقتصادية للقوى الصاعدة، وذلك لتوسيع التعاون وتفعيل مساراته بهدف كسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي. براكس، ذاك التحالف الخماسي الذي يضم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، إنه التكتل الاقتصادي الذي يمثل 40% من سكان الأرض. قد يكون هذا التجمع الاقتصادي هي المحاولة الأبرز للمنافسة والتسابق مع مجموعة السبع الغربية، فهي بذلك تحلم في إحداث انقلاب اقتصادي في المعادلة الدولية عبر عالم اقتصادي متعدد الأقطاب. صحيح أن مجموعة بريكس تساهم فقط ب 23% من إجمالي الناتج العالمي، لكن بعض الدراسات البحثية الاقتصادية تشير إلى أن هذه الدول هي الأسرع نمواً في الاقتصاد، وقد تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، فهي بذلك قد تتحول إلى نواة اقتصادية لكسر الهيمنة الغربية الاقتصادية التي تقود العالم المتقبط عبر عجلة اقتصاداتها الضخمة. إلى جوهانسبرغ جنوب إفريقيا ستكون محطة أخرى من اجتماعات قمة بريكس. ستتوجه الأنظار إلى النادي العالمي الاقتصادي الجديد الذي يسعى لتشكيل نظام عالمي جديد في ظل التجاذب والتنافس على القارة الإفريقية بين الغرب والصين وروسيا. وكأن بريكس وبحسب خططها التي تتحدث عنها تريد تحويل القوة الاقتصادية من شمال العالم إلى جنوبه. بلغة الأرقام فإن هذا التكتل الوليد بلغت مساهماته في الاقتصاد العالمي نحو 31% بحسب صندوق النقد الدولي، حتى تحول بريكس إلى مركز جذب وتهافت لأكثر من 40 دولة تريد الانضمام إليه. فإن أكثر من 40 دولة أكدت مشاركتها بالفعل في قمة بريكس،
في جوهانسبرغ، بينما لم تتم دعوة أي زعيم غربي بحسب الأنباء الأولية. من الواضح أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أثرت بشكل أو بآخر على روسيا، وهي العضو البارز في بريكس وأحد مؤسسي التكتل. قد يكون هذا التكتل فرصة اقتصادية للتفلت من العقوبات الغربية بالنسبة لروسيا. فإلى أي حد سيساهم بريكس في عالم متعدد الأقطاب؟ أم أن المركزية الاقتصادية الغربية ستبقى الأقوى والمهيمن على النظام العالمي؟ أو أن العالم لم يعد حكرا على أحد؟ وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة ميل اقتصادي واحد، لتبقى حتى هذه اللحظة بريكس بين الطموح والمواجهات والتحديات. معنا من القاهرة الدكتورة سمر عادل الباحثة في الاقتصاد الدولي، ومعنا من الرياضة الدكتور محمد لحبابي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة سمر من القاهرة. من حيث الفكرة، فكرة بريكس التي نشأت في العام 2009 والتي يلتقي قاداتها الآن في جوهانسبرغ، الفكرة نفسها تريد كل من روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل أن تتخلص من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. هذه هي الفكرة. هل ذلك سهل؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى الضيف الكريم وعلى السادة المشاهدين. بالطبع ليس بهذه السهولة القضاء على الهيمنة الغربية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بوجه عام لن يسمحان للصين وروسيا إلى كسر هذه الهيمنة. فحتى الآن لا يمكن أن نعتبر هذه الخطوة لكسر، ولكن نعتبرها لشيء ما من الحلحلة لهذه الهيمنة. يعني هذه الدول ستقوم مثلا بمعاملات تجارية فيما بينهم، سيتم تبادل السلع بعملات فيما بينهم، ولكن هذا يعني القضاء على الهيمنة الغربية؟ أنا أرى أن هذا يعني أمر بعيد المنال لعقود لا يمكن أن أحدد يعني عدد هذه العقود، ولكن يعني دعني أقول مثلا على الحد الأدنى لعقدين أو ثلاث عقود. نعم. طيب دكتور محمد لحبابي، الانضمام إلى بريكس بالتأكيد يعني إن لم يكن نافعا لن يضر بالتأكيد، إنما دول عربية عديدة وافقت سعت في بعض الأحيان ووافقت على عروض في أحيان أخرى على الانضمام إلى بريكس، ما المغزى؟ أسعد الله مساءكم أستاذي ومساء الضيف الكريمة ومساء مشاهديكم الكرام. قمة البريكس الخامسة عشرة في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، حيث استقبل أهم رئيسين في هذا التجمع سيريل راموفوزا الرئيس الجنوب أفريقي وشي جي بينغ الرئيس الصيني، واستقبل بحفاوة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي. الدول الخمس يا سيدي هي فكرة من جيم أونيل المصرفي البنكي في 2001. الاجتماع الأول كان للوزارة الخارجية 2006، القادة الأربعة في 2005 وفي 2009 و2010 انضم جنوب أفريقيا. هذا التجمع يا سيدي لنضعه في الميزان هو يمثل 3.2% من سكان العالم، هو يمثل 41% من الاقتصادات الموجودة على مستوى الكرة الأرضية، يمثل من الناتج المحلي 26 تريليون، يقابله 42 تريليون عند دول السبع. الآن أقوى ما لدى هذا التجمع هو الحبوب، ومثلة بروسيا التي هي أكبر دولة مصدرة للقمح، الصين أكبر دولة مصدرة للذرة وزيت الصويا، والهند أكبر دولة مصدرة للأرز. الغاز والنفط، روسيا هي أكثر دولة منتجة ومصدرة كذلك للنفط والغاز، كذلك يا سيدي في مجالات البناء. بنك التنمية الآن هو يملك القدرة على التمويل لأي مشروع 100 مليار، وسيكون في العشر سنوات القادمة قادرا على التمويل لأي مشروع 150 مليار دولار. الصين الآن مولت بنك التنمية الممثل في مجموعة البريكس ساعد في 96 مشروع على مختلف دول العالم. الآن الدعوة أرسلت إلى 67 دولة، استجابت 40 ليحضر كل رئيس دولة أو ممثل حكومة،
23 دولة ترغب في الانضمام، هل تكون عضوة أو تكون مراقب؟ يعني ما الفرق الآن؟ الآن الآن يا دكتور محمد اسمح لي، أولا 23 دولة يرغبون في الانضمام إلى بريكس، ما بين تصنيفهم يعني كدولة أو كمراقب، ما الفارق؟ الفارق الدولة، هذه الفكرة العضوية الدائمة ترفضها الهند والبرازيل لأنها ستشكل ثقلا على مجموعة البريكس وستزيد من حظوظ الصين وستكون هناك هيمنة صينية، لذلك الهند والبرازيل ليست مع إعطاء العضوية ولكن مع إعطاء عضو مراقب. ولكن هناك دول كثيرة من أهمها إندونيسيا الدولة النفطية ترغب في أن تكون عضوة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وهناك دراسة لأن تكون هناك مصر والجزائر والبحرين وبنغلاديش والأرجنتين أمريكا الجنوبية. هم ناقشوا في الساعات الأول من هذا اليوم وضع البنوك، بمعنى البنوك في مجموعة البريكس. الآن يجري النقاش على الوضع الزراعي أو سبقوا بالزراعي والآن في البنوك، وسيكون في آخر ساعات المؤتمر نقاش العضوي. أنا أقول أن هذه المجموعة ستهز الدولار وستكون قوة مقابلة للدولار، لا نستطيع الحكم بأنها ليست قادرة أو هي قادرة، السنوات القادمة حبلى بالنتائج. أنا أقول أن القوة في الحبوب، القوة في النفط والغاز، القوة في الصناعات التقنية، هذه العناصر الثلاثة ستجعل من هذه القوة جالبة ومرغوبة من دول كثيرة، بالذات أكثر الدول المحتاجة للتنمية وهي أفريقيا، لأن دول آسيا أغلبها الآن تصنع وتسير بخطى سياسية واقتصادية ثابتة. أفريقيا فيها هيمنة غربية بالذات بفرنسا وأمريكا ومعظم الدول الغربية، ولا تود الدول الغربية بالذات فرنسا أن تفقد اليورانيوم والذهب والألماس، لذلك الآن تحررت أكثر الدول الأفريقية، ولنقل النيجر، بوركينا فاسو، مالي، تشاد، هذه الدول لا تود هيمنة غربية، وهذا يجعل من مجموعة البريكس راغبة في أن تحيي هذه الدول، لأن لديها المياه، أشكرك. لديها العناصر الثمينة. أشكرك دكتورة سمر. قمة بريكس في جوهانسبرغ والتي نتابع صورها الآن، يعني متى نقول أنها نجحت؟ هو أنا بس ممكن أعلق على كلام الضيف، حاجة محتاجة أعلق عليها. دكتور محمد الحبابي البداية. تفضلي. وهي فكرة القضاء على الدولار، يعني أعتقد أن فكرة أن احنا نتحدث للقضاء على الدولار ليس بالسهولة بمكان الحديث عنه الآن، وخاصة أن الدولار لازال يهيمن على الجزء الأكبر من الاحتياطات الدولية، على الجزء الأكبر من حركة التجارة الدولية. وبالتالي هذا يأخذنا إلى النقطة التالية، وهو سؤال حضرتك: متى نقول أن مجموعة البريكس نجحت؟ عندما تستطيع مجموعة البريكس أن تقضي بالفعل على الدولار وأن تحد من حركته في التجارة الدولية وفي الاحتياطات الدولية، هنا نستطيع أن نقول أن هذه المجموعة نجحت. ولكن أنا أود الحقيقة التطرق لنقطة هامة جدا، وهي فكرة القوى الكبرى داخل المجموعة والصين، وتحديدا أتحدث عن الصين وروسيا. الصين وروسيا يعني عبر هذه أو عبر هذا التكتل يحاولان بالفعل هنا في إطار المنافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية على الهيمنة أن تستخدم بعض الدول في ذلك، بمعنى أعني أن الدول الأفريقية وحتى بعض دول الشرق الأوسط أو دول الشرق الأوسط بتعتبرها الصين وروسيا ساحات للتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا هي في النهاية ستستفيد في العلاقات مع الدول الشرق الأوسط العربية وفي العلاقات مع الدول الأفريقية، بمعنى أنها من الدول الأفريقية ستستمد المواد الخام التي تساعدها بصورة أو بأخرى في حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والحرب التكنولوجية. لا. وفي منطقة الشرق الأوسط هي أيضا ستكون ساحة للتنافس في ذلك. وبالتالي أرى لكن ذلك لا يحتاج إلى الانضمام إلى المجموعة يا دكتورة سمر، يعني
يعني تلك امور علاقات بين الدول لا تحتاج الى انضمام الى مجموعه. نعم بس انا اعتبر ان هذه المجموعه اداه من الادوات. طيب. يعني في يعني نقدر نقول ان هي هدف من ضمن الاهداف. طيب دكتور محمد الحبابي، مره اخرى الدول العربيه تسعى الى بريكس او توافق على الانضمام الى بريكس، يعني ليس هناك فارق، انما الفكره نفسها دكتور محمد، الا تعتقد حضرتك اننا امام تكون جديد لمعسكر شرقي؟ انظر معي الى الاسماء، يعني روسيا، الصين، الهند، ومن يلحق بهما اهلا وسهلا. يعني هل نحن امام تشكل جديد لمعسكر شرقي ضخم؟ الجميل في هذا السؤال أنه يوضح ما العلاقة العربية بين دول البريكس قبل الانضمام وبعد الانضمام. قبل الانضمام الدول العربية، ونتكلم عن الأقطاب الثلاثة الراغبة في الانضمام، وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر. هذه الدول الثلاث تملك علاقات مع دول البريكس الخمس، مع روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. لذلك العلاقات موجودة، ولكن الانضمام لهذه القوة سيكون الناتج المحلي مجموعاً لما تملكه هذه القوة، سيكون هناك تعاملاً بالعملات المحلية، سيكون هناك تأسيساً في بنك التنمية الذي تملكه هذه المجموعة الخمس. أنا أقول الدول تقيم بالناتج المحلي الجي دي بي. الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية كان في قرابة 700، وصل إلى تريليون وتعدى إلى 1.2 تريليون دولار. دولة الإمارات كان في 400 وهو الآن يقترب من 700 مليار. مصر كانت في 340 مليار والآن تقترب من 400، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها مصر من جراء الأزمة العالمية. بمعنى الدول تنمو، وقرب الدول العربية من هذا التجمع سيتيح لها التعامل بالعملات المحلية. أنا لا أقول أنه سيقضى على الدولار، الدولار سيبقى. والدليل يا سيدي، المملكة تمتلك من السندات الأمريكية 116 مليار دولار بالسندات. قامت المملكة بالتصرف في 14 مليار، بمعنى باعت المملكة 14 مليار دولار وأنزلت ما تملكه من السندات الأمريكية إلى 102 مليار دولار. بمعنى هذه الأموال التي لم تعد تشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت لتشتغل في موقع آخر. طيب. لتخدم الاقتصاد السعودي. طيب يا دكتورة سمر، اسمح لنا يعني الآن حتى نكون نتفهم ما يدور حتى في جوهانسبرغ الآن. كيف علينا أن نتساءل إذن، كيف استطاع الدولار أن يسيطر على العالم؟ وهنا ربما نركن إلى التاريخ، إنما فقط صحيحي لي ما أقول أرجوك إذا كنت مخطئا، يعني بعد الحرب، بعد الحرب العالمية الثانية، عندما خافت أوروبا على ذهابها من الرايخ الألماني، لجأت إلى أمريكا أو دعت أمريكا ذهابها حينها على الدولار لارتباطه بالذهب، ثم جاء نيكسون وفك الارتباط بين الذهب والدولار، ومن حينها والدولار يسيطر على العالم تقريبا. أرجو أن تصححي لي ما أقول وأن تشرحيه أيضا لمن يتابعني. بالضبط كلام حضرتك صحيح، وبالفعل يعني بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ فكرة فك يعني الربط بالذهب والتحول نحو الدولار، ومن هنا بدأ تدريجيا هيمنة الدولار على فعلا الاقتصاد العالمي وعلى حركة التجارة العالمية. وممكن ده حضرتك برضو يحلنا إلى فكرة مجموعة البريكس، يعني هي بتخطو نفس الخطوات ولكن يعني بشكل مختلف. هي بتحاول تفك أيضا عن السيطرة الدولار وهيمنته، ولكن عبر آليات مختلفة وهي عبر تكتل. يعني أعتقد أنه في النهاية ممكن هذا التكتل أو هذه المجموعة تصل إلى ما حققه الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن يعني في النهاية، وبرضو هذا يحتاج إلى سنوات طويلة، أن تطرح عملة موحدة. صحيح. وأن هذه العملة في المستقبل، وهذه العملة في المستقبل قد تنافس الدولار. صحيح. بس أنا في اعتقادي أن هذا أيضا يحتاج إلى سنوات طويلة يعني. نعم، لكنه أوروبا نجحت في النهاية. صحيح، يعني المثال بتاع التي ذكرتي أنا أرى أن هذا نجحت فيه أوروبا. يس
أنا أرى أن هذا التكتل يعني يسير على نفس المنوال أو على نفس النهج، فكرة تكتل كبير يضم مجموعة من الدول المختلفة من قارات مختلفة، أو من يعني قارة أفريقيا وقارة آسيا وعندنا روسيا، يعني قارات مختلفة، وبالتالي هذا التكتل يحاول أن ينشئ، أنا رأيي يعني هذا أنه بينشئ حاجة على غرار الاتحاد الأوروبي من بعد مرور عدد من السنوات. الحقيقة برضو ما أقدرش أحدد قد إيه سيقوم بوجود عملة موحدة، نفس فكرة الاتحاد الأوروبي، أنا أرى ذلك. طيب، لا يتعدى كونه ذلك، أنا أرى هذا. طيب دكتور محمد من الرياض، مرة أخرى يا دكتور محمد حتى نتأكد من فهمنا للأمر، يعني مرة أخرى من يهيمن على العالم من العملات هو الدولار، هو عملة المنتصر بعد حرب عالمية أخيرة. من سيهيمن على اقتصاد العالم هو المنتصر في حرب العالم الأخيرة. هل نحن إذن ننتظر حربا عالمية جديدة حتى يتخلص الشرق أو يتخلص العالم من الهيمنة الدولارية؟ أتفق معك يا سيدي أنه بعد الحرب العالمية الثانية 1945 عندما انتهت، حتى اتفاقية بريتن وود والدولار المال مقابل الذهب ومن ثم الدولار مقابل أي عملة في العالم، هذه الأمور بدأت عام 1973 وثبت البترو دولار، بمعنى كل برميل نفط يقيم بالدولار عام 1975، وانتشرت وسادت العالم أمريكا. الآن مجموعة البريكس تعلم أن خصمها عنيد، بمعنى الدولار لن يكون سهلا كسر هذا الدولار. هي تقول التعامل الأول بالعملات الوطنية ومن ثم إنشاء عملة إلكترونية على ظل الخمس إلى العشر سنوات القادمة، ومن ثم دراسة إمكانية عملة باسم هذا التجمع. بمعنى أتفق مع الدكتورة الضيفة أن الوقت قد لا يسمح في العشر سنوات إلى 20 سنة القادمة أن تكون هناك عملة تقابل الدولار، ولكن أنا أؤكد أن العشرين سنة التي مرت على الدولار حتى الآن حتى عام 2023 ضعف الدولار، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية بدخولها في حرب أوكرانيا وتصعيدها وعدم السعي إلى إيقاف هذه الحرب وفقا للهدنة الصينية والرغبة الدولية، تجمع الغرب ضد روسيا، العقوبات. يا سيدي أصعب ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية أنها استخدمت الدولار للهيمنة وللعقوبات، لذلك هذا هو ما يهدد الدولار. لو تركت الدولار حرا بعيدا عن نزاع روسيا أوكرانيا، بعيدا عن نزاعات الغرب وإيران، هذا الدولار هو طيب الذي. ولكن يا دكتور محمد اسمح لي وباختصار لو أمكنك دكتور محمد لضيق الوقت، هل سيتخلص العالم من هيمنة الدولار بحرب؟ بحرب، ولكن ليست حرب قتال، حرب اقتصادية تخوضها مجموعة البريكس والدول الراغبة في الانضمام. حرب اقتصادية نعم، أما حرب بمعنى استخدام للأسلحة لا أعتقد ذلك. طيب دكتورة سمر، هذا هو سؤالي الأخير يعني لحضرتك. كان مثلا رائعا ونموذجا للإجابة فكرة اليورو، فكرة أن أوروبا استطاعت أن تتفق على عملة جديدة غير الدولار، وأعطتها قوة وأعطتها مكانة، ربما في بعض الأحيان تنافس الدولار منافسة شرسة. إذن قادة بريكس الآن لن يخترعون العجلة، يعني لن يكتشفون النار، يعني لدينا نموذج. الأمرين، ما الفارق بين أوروبا التي حين قررت عملة جديدة لها أقرت اليورو، وبين محاولات عربية منذ الخمسينيات لعملة عربية وسوق عربية موحدة مشتركة، وبين محاولات آسيا الآن في البريكس؟ هو الدول العربية المسألة فيها معقدة جدا جدا. الدول العربية دايما حضرتك هنلاحظ ان عندها خلافات سياسية لا تنحيها جانبا فوق، يعني لا تعلي المصلحة العامة فوق الخلافات الموجودة، وبالتالي ما فيش تعامل براجماتي بحت في هذا الصدد.
وبالتالي لم تستطيع الدول العربية حتى الآن إقامة تكتل عربي ناجح وإن كان لديها كل المقومات لذلك. ودعني الحقيقة أشير هنا إلى أمر هام، أنا أتمنى في هذا التحول الكبير الذي يحدث في العالم من تكنولوجيات، أتمنى أن الدول العربية تنحي كل الخلافات جانبا وتتجه نحو إقامة تكتل قائم على التكنولوجيا في المجال الاقتصادي، وهو ما سيساعدها بشكل كبير جدا في مواجهة الصدمات الخارجية. أنتقل الآن إلى فكرة مجموعة البريكس وهذا التكتل، ما الفارق بينه وبين الاتحاد الأوروبي في تحقيق النجاح؟ أعتقد أنه مجموعة البريكس أو تكتل البريكس حتى يحقق ما حققه الاتحاد الأوروبي، يعني أن تكون العلاقات تأخذ منحى التكافؤ، بمعنى ألا تكون العلاقات ما بين قوى كبرى واقتصادات ناشئة، وألا تكون العلاقة بمعنى الفوقي، حضرتك طبعا عارف أنا عايز أقول إيه، يعني ألا تكون العلاقة قائمة على المعنى الفوقي كما الحال. لا ما فهمته، لا اسمحي لي، يعني إذا كان ما فهمته من كلامك يا دكتورة سمر، أنت الآن تشيرين إلى فكرة التبعية الأوروبية للقرار الأمريكي، هذا ما فهمته بالضبط. طيب. بالضبط هو فعلا هذا ما أعني بالضبط. طيب. بس لضيق الوقت فبحاول يعني آسف تفضل. هذا ما أعني، وبالتالي يعني أتمنى ألا تكون العلاقة بهذا المعنى، وأن تكون العلاقة متكافئة في هذا الوقت. عندما تكون العلاقة ذات بعد تكافؤي سيحقق التكتل مما يضعه له من أهداف، يعني هذه وجهة نظري باختصار شديد جدا. أشكرك يا دكتورة سمر عادل الباحثة في الاقتصاد الدولي، كنت معنا من القاهرة. ونشكر ضيفنا من الرياضة الدكتور محمد الحبابي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم في برنامج وراء الحدث، ونتابع بعد الفاصل. الجزائر ترفض طلب فرنسا التحليق في مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر، فما هي الخيارات الآن بعد قرار إكواس بالتدخل عسكرياً؟